تعالوا نعرف برضو يعني هذه الفاتورة الاقتصادية بيدفعها العالم، تدفعها أوروبا ويدفعها العالم جميعا. معايا الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيبة وكل مشاهدينك يا رب في كل خير. وحضرتك طيب وبألف خير. الحقيقة الموقف في أوروبا واضح إن هو بيزداد صعوبة يوم بعد يوم، يعني عمره ما حدث إنه الألمان يبدأوا يعملوا هذا المخزون المنزلي من المواطنين، وإنه كمان في فرنسا تعمل لستة بالأسعار اللي زادت عندهم بشكل كبير. رأي حضرتك؟ طبعا اسمح لي اولا انا بشكر حضرتك لاتاحه الفرصه ان احنا ندي نبذه باحداث الاقتصاديه للعالم لتوعيه شعبنا ومجتمعنا باللي بيجرى من جراء الحرب. وده اللي احنا بنتكلم عنه دايما كاقتصاديين. الحرب دي بتمس العالم. النهارده الاتحاد الاوروبي كل يوم بتتعمق المشكله الاقتصاديه وبيتكلموا اول مره يشوفوا الاتحاد الاوروبي بيدعو للتقشف، يعني بيدعو لتشديد الامور. النهاردة أول مرة زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة، أول مرة في ألمانيا التضخم عندهم بيزداد، ومتوقع أنه يكون ما بين 17% ل 20% العام الحالي والعام القادم. ده هيبقى الضعف بقى، يعني احنا بنتكلم على 7.3%، هيك بتقول لي 17، احنا رايحين على رقم أكبر بكتير بكتير. وللأسف يا فندم النهاردة بيتكلموا كمان أن أوروبا للاسف خلال احنا الحرب دي يا فندم دايره تقريبا بقى لها 6 اسابيع، تمام، هنقول اقل من شهرين. شوفي مجريات الامور يا فندم. اولا سلع غذائيه غير متوفره. النهارده حضرتك في المانيا المراسلين من الخارج بيتحدثوا نقص في مادتين مهمين، الزيت والدقيق. والحكومه الالمانيه اول مره في تاريخها بتحدد ان تطرح لكل مواطن ازازه زيت واحده وكيلو دقيق واحد. تخيل حضرتك المانيا الغنيه دي كلها طبعًا بتحد هذا الامر. ما هو واضح لانه النهارده حضرتك بتتكلمي على عيش البجات، العيش خلينا نقول للجمهور كده، العيش اللي احنا بننزل العيش هو الباجيت بالنسبه لهم زي رغيف العيش بتاعنا يعني. بالظبط عندهم ازمه، وبيتكلموا الازمه دي بتجر وراها احداث كثيره. طبعا نظرا لارتفاع البترول النفط، نظرا ان عدد فيه غير موجود كثير من المواد الخام اللي يعني المحرك العربيات وما شابه لذلك، حصل عندهم دروب في الصناعات طبعا. عشان كده مأثرة على انتاجيه. تخيل حضرتك رغيف العيش كمان. فبنقول ان انجلترا تاثرت، المانيا تاثرت، فرنسا النهارده متاثره من جراء الحرب دي كمان. فرنسا في رفع للاسعار، يعني حتى كان في لسته موجوده على ليموند الفرنسيه على رفع الاسعار، حاجات من يورو ونص نطت لثلاثة يورو و4 يورو، وشوف اليورو مضروب بكام يعني بالنسبه لنا. لا الناس لا لا عايزه تعرف. خلي بال حضرتك نقطه مهمه، ان بالنسبه لهم الارتفاع بالنسبه لهم 1%، فلما يكون اليورو ارتفع السعر يعني ارتفع من 1.5 يورو ل3 يورو، ده ارتفاع 100%. يعني ما تقيسوش بعملتنا فندم، قيسوا بالرقم هناك. تخيل حضرتك الاسعار بتزيد 100%. لا ما هو اليورو نفسه رقم مؤثر بالنسبه لهم. طيب استاذ مصطفى، احنا كده بنتكلم على قلب اوروبا، يعني لما يكون انجلترا عندها مشكله كمان في البنزين اللي غلي، وبرده عندها مشاكل كتير في العماله والبطاله بعد الاتحاد الاوروبي بريكسيت وبعد كورونا، يعني عندهم مشاكل متتاليه. المانيا كمان بسبب الازمه الاوكرانيه الروسيه وفرنسا، وبالتالي لما دي عواصم كبيرة في أوروبا، فما بال بقى العواصم الأصغر يعني. هو طبعا خليني أذكر حضرتك الرئيس الفرنسي كان من كام يوم بيتكلم أصل فيه هيحصل في إفريقيا ودون أن يذكر بلده علشان الانتخابات اللي هي يوم 10 يعني انتخابات في مايو، أيام قليلة. وللأسف إحنا كلنا بنتعمق اقتصاديا، الشعبيه في اوروبا للقيادات اللي موجوده للاسف بتنخفض انخفاض كبير نظرا لجراء الحرب. وزي ما حضرتك شايفه كده مستهدفات كبيره جدا لاشتعال الحرب اكتر، عدم احتواء الازمه. بالضبط. حسن استعداد لمواجهه الازمه دي كان لازم يكون في تدبر سياسي، يعني كان لازم يحلوها سياسيا ويبعدوا عن جراء الحرب. ولكن للاسف الشعوب في الاتحاد الاوروبي النهارده بيئنوا من ارتفاع في الاسعار، ارتفاع في فواتير الكهرباء والغاز والميه والكهرباء طبعا، الاكل وكل السلع التموينيه من جراء الحرب اللي ما فاتش عليها شهرين. اكيد هو يبدو زي ما الحمد لله رب العالمين. شوفي حضرتك النهارده حضرتك بتقولي ايه؟ أيوة. ان عندنا السلع التموينيه موجوده الحمد والرئيس قال لهم انزلوا اشتروا. ورغم ان بس ده ما يمنعش برضو ان احنا لازم نبقى كمواطنين عندنا الحذر بقى،
الحذر الانساني، يعني شايفين العالم عامل ازاي، لازم يكون عندنا الترشيد والحذر ده اكيد. دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي، اشكرك شكرا جزيلا.